وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان الحداد في البلاد لمدة 3 أيام لرحيل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي. وكان الرئيس السيسي نعى ببالغ الحزن الرئيس التونسي، مؤكدا أن مساهمته التاريخية في مسيرة تطوير تونس وتعزيز استقرارها سيسجلها التاريخ بأحرف من نور، وستستمر مسيرته حية وفاعلة في وجدان الشعب التونسي والشعوب العربية.